عباد الله، انظروا الحال مع الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله لا طمأنينة في ركوع، ولا سكينة في سجود، ولا خشوع في قيام أو قعود. تنقر كنقر الغراب، ونتسابق بعدها إلى الأبواب، تثاقل في المجيء إليها، وسرعة في الذهاب منها. نوافلها مهملة، أذكارها مغفلة، أوقاتها عند البعض إلا من رحم الله مضيعا. حتى حق على كثير من الخلق قول أكرم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الناس من تلف صلاته كالخرقة ثم تقذف في وجهه ما قبل الله منها شيء. وصدق عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم قال: إن الرجل ليشيب رأسه في الإسلام وما قبل الله له صلاة واحدة. لما لا يتم خشوعها، ولا يتم ركوعها، ولا يتم سجودها، ولا يتم خضوعها. إذن فهل أدركنا شأن الصلاة كما أدركها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصدق الله يوم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عباد الله، ذاك عن الصلاة، الصلة التي بيننا وبين الله. قدمت بها الحديث لعظم شأنها، ويكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة تدعو في كل يوم تطلع فيه الشمس فتقول: اللهم احفظ من حفظني وأضع من ضيعني.